حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من العراق. الأزمة الاقتصادية في العراق وملف الانتخابات التي ربما تؤجل أو تلغى بسبب عدم توفير الأموال والسيولة النقدية، كل هذه المحاور وأكثر أحبة المشاهدين نناقشها اليوم في هذه الحلقة بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. في ظل أزمة اقتصادية يعيشها العراق، تقف المواقف السياسية مكتوفة الأيدي على الرغم من قرب موعد الانتخابات، الأمر الذي جعل بعض الأطراف السياسية تقف بالضد من قانون تمويل العجز المالي، كون الاقتراض الداخلي والخارجي ليس هو الحل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية. ميناء الفاو الذي توقف العمل به يراه السياسيون هو الرافد المالي المهم الذي ينعش الاقتصاد في حال إكماله، إلا إن الأمر لا يتحمل وقتا أطول، فيما يرى آخرون إن المشروع يحقق واردات تغني العراق عن تصدير البترول. تراكم الفساد على مدار السنوات السابقة جعل العراق بين مطرقة الدولة العميقة وسندان الأحزاب التي لا تفكر إلا بالمصالح الشخصية، وهذا الأمر ربما يؤجل موعد الانتخابات المبكرة أو يلغيها بسبب عدم توفير الموارد المالية في البلاد، والتي تعرقل سير الانتخابات التي حددها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 6 حزيران من العام المقبل. أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين. الأزمة الاقتصادية في العراق وما آلت إليها الأحداث مؤخرا إضافة إلى مسألة الانتخابات وإجراءها في الموعد المحدد، كل هذه المحاور وأكثر أحبة المشاهدين نناقشها اليوم مع ضيفي الشيخ الأستاذ عدنان الدنبوس نائب الأمين العام لحزب الوفاق. مرحبا بجنابك الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياك الله. اليوم نتحدث بداية حول الأزمة الاقتصادية في العراق، كيف تقيم أداء الحكومة العراقية في ظل هذه الأزمة؟ موضوع الأزمة الاقتصادية هو ليس وليد اليوم، نعم، ولا الفترة اللي حكم بها السيد الكاظمي، وإنما هي مجموعة أخطاء تراكمت بعد عام 2003 بشكل يعني غير مدروس من قبل المسؤولين العراقيين. طيب. وقد تنبأ بذلك أحد أقطاب السياسة العراقية بعد عام 2003 هو المرحوم أحمد الشلبي دكتور محمد، نعم، وتنبأ بأنه يأتي يوم سوف لن نستطيع دفع حتى رواتب الموظفين. طبعا هذا الأمر، لماذا هذا التراكم ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الإفلاس وتردي الوضع الاقتصادي والمالي للدولة العراقية؟ كان هناك إصغاء لهذا التصريح للسيد أحمد الشلبي الله يرحمه؟ لم يصغي أحد. نعم. القضية بالعراق أنه بعد عام 2003 انتقلنا من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يعتمد بشكل أساسي على آلية السوق وعلى القطاع الخاص. نعم. في حين النظام الاشتراكي يعتمد على رأسمالية الدولة وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج. حينما انتقلت الفلسفة الاقتصادية بالعراق من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي، لم نكن حقيقة مهيئين للنظام الرأسمالي لسببين: لا توجد بنى تحتية للقطاع الخاص في جميع أشكاله وأنوانه، طيب، وكذلك لا يوجد مخطط للاقتصاد العراقي لنقل العراق من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الرأسمالية. ماذا حصل؟ أن أغلب السياسيين بعد عام 2003 كان يعتمدون بشكل أساسي على الوظائف لترويج أنفسهم أمام الجمهور للحصول على الأصوات، بمعنى استخدموا الدولة للتوظيف من أجل الفوز. طيب. فكان هنالك حركة توظيف غير مسبوقة بالعراق، حتى أننا كمزارعين
عانينا من هذا الأمر. لماذا؟ لأن أغلب الفلاحين أولادهم أما اتجهوا للشرطة أو للجيش أو للوظائف الحكومية، وبالتالي حتى الأيدي العاملة الزراعية قد انتهت. طيب نعم، مسألة اليوم القطاع الخاص، من يتحمل مسؤولية الضعف في القطاع الخاص على الصعيد الزراعي وحتى الصناعي والجوانب اللي تتعلق اليوم بإضافة واردات للموازنة العراقية أو تكميلية للاقتصاد العراقي؟ الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل ما حصل اليوم. لماذا؟ لأنها اعتمدت بشكل أساسي على أحادية الموارد، بمعنى النفط هو المورد الرئيسي من الأموال الصعبة. طيب، الخزينة العراقية، هذا الأمر جعل 98% من واردات العراق هي واردات نفطية. طيب، أما الموارد الأخرى فقد انتهت أو انتفت أو استغلت من قبل الأحزاب ومن قبل بعض الجهات النافذة بكل مسمياتها وأشكالها. فمثلا الموانئ توزعت حصصا بين الأحزاب السياسية المتنفذة وكذلك المنافذ الحدودية، وكذلك كثير من الاستثناءات التي حصلت عليها بعض الجهات حتى أنها لا تدفع ضريبة أو جمرك أو أي شيء للدولة العراقية، وهذا لا يوجد في أي دولة من العالم. اليوم نحن نحتاج الموارد لتعزيز الاقتصاد العراقي. وتعلم جيدا أن موضوع الموازنة تنقسم إلى قسمين، موازنة تشغيلية وموازنة استثمارية. طيب، تخيل أنه العهد الملكي اللي هو سقط قبل 62 عام، نعم، في ذلك العصر كانت الموازنة التشغيلية تعتمد على موارد الزراعة، الجانب الزراعي فقط. طيب، والموازنة الاستثمارية تعتمد على موارد النفط. طيب، في ظل الحديث عن الجانب الزراعي وتحدثت قبل قليل حضرتك عن الموانئ والمنافذ الحدودية، نعم، اليوم إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الجانب، هناك اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الزراعية في داخل العراق حاليا، لكن على الرغم من هذا الاكتفاء نجد اليوم السلع والبضاعة المستوردة من الخارج يعني تتواجد في داخل الأسواق العراقية. اليوم حتى طبيعة الأسعار ربما تختلف نسبيا مع المنتوج المحلي، نجد سعر المحصول الزراعي العراقي أغلى من المستورد. على هذا الصعيد من المفترض أن يكون المستورد هو الأغلى كون أنه يتحمل مسألة الخزن والنقل والجمارك، لكن بالتالي نجد اليوم مسألة عكسية. كيف ترى ذلك؟ أنا مزارع، نعم، وكذلك تربوي، اشتغلت بالتعليم فترة طويلة ومتابع للشأن السياسي. طيب، مثلا في النظام السابق، ترك إلينا النظام السابق مئات المصانع المهمة، نعم، وكان هنالك اهتمام بالزراعة مما جعل العراقيين خصوصا بعد عام 91 يكتفون اكتفاء ذاتيا من كثير من الموارد الزراعية. طيب، وهنالك دعم واسع مثلا للفلاحين وللصناعيين، وهذا موضوع لا ينكره أحد. نعم، بعد عام 2003 ليس هنالك دعم لا للقطاع الزراعي ولا للقطاع الصناعي، والمصانع التي تركها النظام البائد، طيب، كلها دمرت أو سرقت أو فككت وذهبت إلى اتجاهات أخرى. الآن لا يوجد من يعيد الصناعة الوطنية إلى عصرها السابق، ولا هنالك مثلا نحن كمزارعين سلمنا المحصول من شهر الخامس واليوم نحن على أبواب الشهر الواحد. طيب، ولحد الآن لم نستلم حقوقنا من الدولة. هل هذا دعم للفلاح مثلا؟ أكيد ناهيك عن توقف عمليات الاستصلاح في الأراضي الزراعية العراقية. كان هنالك برنامج استصلاح منذ 50 عام في الأراضي العراقية. طيب، هذا الآن توقف تماما، لا يوجد دعم للمزارع، لا يوجد دعم للصناعي، لا يوجد دعم للقطاع الخاص، على الرغم من البيئة المتوفرة اليوم للجانب الزراعي. يبدو لي أن هنالك مشكلة هي عدم وجود إرادة سياسية لكبح جماح من لهم مصلحة في هذا الوضع.
طيب. انا اعتقد ان هنالك مصلحه للدول وهنالك مصلحه لافراد بعدم تطوير الزراعه او الصناعه في العراق، لاننا اصبحنا حقيقه سوق لتصريف المنتجات دول الجوار. لاحظت سوق تركي والسوق ايراني والسوق ما اعرف شنو، اصبحنا مستهلكين. مستهلكين تخيل، ما هو الفلسفه او الحكمه انه استورد لبن او استورد طرشي؟ طيب شنو الفلسفه بالموضوع؟ هل هذا من الاشياء المستحيله تصنيعها بالعراق مثلا؟ متوفره متوفره، ولكن هنالك شيء حقيقه تحت الطاوله. نعم. يقول ان هنالك سر، هذا السر يعتمد على فيتو على عدم تطوير الصناعة والزراعة في العراق. طيب اليوم أنتم تمثلون القطاع الخاص، لكن أتحدث اليوم عن الجانب الزراعي المختص بالجانب الحكومي. تعاقبت الكثير من الحكومات على وزارة الزراعة، لكن بالتالي لم نجد أي مشروع للزراعة سواء كان في المحافظات الجنوبية أو الفرات الأوسط أو أي محافظة عراقية تتبنى اليوم وزارة الصح وزارة الزراعة. اليوم الغاية من هذه الحكومات اللي تعاقبت، الغرض من عدها اليوم الجهة التنفيذية هي اللي تنفذ المشاريع، لكن بالتالي لحد الآن ما سمعنا عن أي مشروع زراعي في داخل المحافظات العراقية. الذي حصل في العراق أنه هنالك فساد إداري فظيع خصوصا في قطاع الزراعة. طيب. وهنالك أموال هدرت بشكل فظيع، وهنالك بعض حتى مسؤولي المصارف الزراعية قد لعبوا دورا كبيرا في الفساد، ومنهم من حكم على نعم. هذا الأمر. وهنالك أيضا تواطؤ في هذا الاتجاه. طيب. وأعتقد أن وزارة الزراعة فشلت فشلا ذريعا في كثير من مفاصلها في رفض أو تطوير الزراعة في العراق، والسبب في ذلك هو تدخل الأحزاب، وبعدين كما هو واضح للجميع بأن الوزارات في العراق هي توزع حزبيا، وبالتالي هنالك المكاتب الاقتصادية تؤثر، وهنالك اتجاهات المؤسسة الحزبية التي تتحكم الوزارة تؤثر، وكذلك أن الوزير دائما مو بس وزارة الزراعة، كل وزارات من خلفه كتلة لا يخاف أحد ولا يهاب أحد، لأنه محمي من أي مساءلة. تقصد بها مافيات الفساد؟ بالضبط. طيب اليوم من الأقوى، الكفة أرجح للحكومة العراقية أم مافيات الفساد؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة العراقية في هذه المرحلة لها الكفة الأكبر، وإنما الدولة العميقة هي التي لها الكفة الأكبر، وأن ما يقوم به المؤثرون في الوزارات التابعين إلى الدولة العميقة وإلى الأحزاب السياسية طيب. هم الذين يتحكمون بمفاصل الوزارات وليس الحكومة. العراق يمتلك دولة عميقة اليوم؟ قوية جدا. من يمثل هذه الدولة؟ دولة الدولة العميقة. دولة العميقة طبعا، اولا قسم من الاحزاب، قسم قوى خارجيه، الاحزاب المتنفذه طبعا قسم قوى خارجيه طيب، قسم اشياء غير واضحه لدى المشاهد او لدى الرائي، وبالتالي هنالك واضحه انه مثلا كثير من الاحداث اللي تحصل ليس هنالك من يستطيع ان يؤشر عليها خوفا من الدوله العميقه. نعم. لا يستطيع ان يقول كذا وكذا خوفا من الدوله العميقه، فهذا حقيقه واضحه للعيان، يعني مو شيء، يعني هذا ميناء الفاو ايش قد صار له. طيب في ظل الحديث عن ميناء الفاو ربما يكون مورد اقتصادي ينفع البلاد لسنوات واجيال، ربما يعني تستغني عن مساله البترول او الزراعه او الصناعه، هذا المشروع بالذات الفت قيمه في جنوب العراق، لكن اليوم المشروع متعطل بسبب تلكؤ بعض المشاريع او الضغوطات الخارجيه. اليوم موقف الحكومه العراقيه، السيد الكاظمي دعا الى انشاء هذا المشروع، وبالتالي إلى الآن لم ينجز المشروع، على الرغم من أن الكاسر الأمواج الشرقي والغربي لمشروع الفاو دخل الموسوعة للأرقام القياسية. أنا أعتقد ميناء الفاو مستعصي بسبب تدخل دول إقليمية ودول لها مصلحة في عدم إقامة هذا الميناء. طيب. لأن ميناء الفاو وهو القناة الجافة التي تربط الصين والهند وإلى آخره بأوروبا عن طريق العراق بتركيا أو بسوريا أو بأي دولة، طريق الحرير نفسه. طريق الحرير نعم. هذا سيعطل كثير من دول لها باع في هذا الموضوع، حتى قناة السويس ربما تتأثر. نعم. موانئ بالخليج ربما تقف أو تتأثر، يصبح العراق هو رقم واحد، ويرفد الدولة والخزينة العراقية بأكثر من 35% من مواردها إذا ما تم، ويشغل الآلاف من العمال والطرق وإلى آخره، فتقصة عجيبة غريبة، مردود مالي مردود مالي نعم.
فالتأثيرات الموجودة على صاحب القرار السياسي في موضوع الفاو ليس اليوم، من 15 سنة وإلى الآن لم نستطيع أن نتقدم خطوة. وأكبر دليل على أنه أكو شيء في الخفاء لا نعلمه نحن وادعاء انتحار مدير المشروع شركة دايو شركة دايو. نعم. وأنا أقول أنه لم ينتحر وإنما قتل. طيب أيضا التحقيقات جارية بهذا الملف لكن حتى الآن غموض. التحقيق بالعراق قلت هن بالتعبير البسيط غسل يدك منه. نعم. أي تحقيق طلع وراء نتيجة؟ طيب تحقيق واحد سبب تحقيق داعش طلع منه نتيجة؟ انهيار الموصل طلع منه نتيجة؟ سبايكر طلع منه نتيجة؟ الاغتيالات اللي صارت طلعت منها نتيجة؟ هذا دلالة ضعف الحكومة العراقية؟ لا خوف. أكو أحزاب تفرض؟ أنا أقول أحزاب، أقول أكو خوف من الدولة العميقة التي لا أراها أنا ولا أنت. طيب اليوم هي الدولة العميقة نفسها الأحزاب المتنفذة؟ هاي على عهدتك أنا ما أدري. طيب أكيد شيخ راح نتواصل وياك بعد هذا الفاصل. نعم أحبة المشاهدين فاصل ومن ثم نعود. أعرب نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشا هاريس عن دعم بلاده الثابت لليبيا موضحا أن ذلك لا يتأثر بتغيير الإدارات الأمريكية. وليبيا دولة تهم الولايات المتحدة الأمريكية لأن ليبيا مهمة من ناحية إنتاج النفط ومن ناحية الأمنية تهم أيضا أمن المتوسط وأوروبا وأمن أمريكا. وبوجوده في ليبيا يحقق أطماع اقتصادية يحتاجها نظامه الاقتصادي المتهاوي. نعم على مستوى المسار السياسي ويعني أثبت فشله ووصل إلى طريق شبه مسدود. رجعنا لكم أحبة المشاهدين أكيد بعد هذا الفاصل ورحب بجنابك الكريم شيخ من جديد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك بك. في ظل الحديث عن الجانب الاقتصادي والموارد الاقتصادية العراقية اليوم نجد هناك ارتفاع بقيمة الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، سبب هذه الأزمة؟ أنا لا أعتقد هذه هي طارئة وإنما ربما هي مقصودة. طيب. وربما الدولة لها دور، يعني وزارة المالية أو غيرها لها دور في موضوع رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي. نعم. لأنه سحب عملة أولا وتوفير أموال من خلال هذا الفرق. طيب. وربما يصل إلى 150 ألف دينار, ألف دينار للورقة الواحدة. طيب. وهذا أحد الحلول يعني اللي تقترح الحكومات في هذه الظروف، وهنا عشناها كجيل معين، عشناها في أيام الحصار حيث وصلت الورقة ب 300 ألف وأكثر ربما صارت في بعض الأحيان. وهذا سبب شنو؟ التضخم الموجود وعدم وجود كتلة نقدية وعدم وجود رصيد كافي، فبالتالي هذه مسألة طبيعية لانهيار الاقتصاد. لكن في الوقت السابق كان أكو يعني طباعة للعملة، حاليا الأوضاع نفسها مستمرة. أكو طباعة، كان أكو قرار يصير طباعة، الآن ما ممكن أن تمرر قرار الطباعة لأنه أكو محددات وأكو برلمان وأكو حكومة، يعني مو مثل قبل شخص واحد يقول سووا هذا وخلص. الآن اتخاذ القرار صعب؟ صعب جدا، ما ممكن، مو سهلة. طيب أي. اليوم سبب هذا الارتفاع في قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي سبب الأزمة الاقتصادية أم قلة المنتوجات النفطية بسبب جائحة كورونا؟ بالعكس، السل دولة النفط بدأ يصعد، النفط بدأ ينزل بالوقت الحالي. طبعا هسه عبر 50 و50 وما شو يصعد أكثر ربما. طيب. ولكن هي القصة إحنا ما عندنا فلوس، احنا ما عندنا فلوس. السبب لانه البلد نهب وسرق واموالنا عند الفاسدين وما تبقى منها لا يكفي لدفع الرواتب. وين ذهبت واردات العراق؟ اي مواطن هسه يباوع هني؟ خلي يجيب كل السياسيين بالعراق من 2003. طيب. اللي اشتغل وزير، اللي اشتغل نائب، اللي اشتغل مدير عام، من مدير عام صعودا بكل المستويات السياسيه والفنيه والاداريه. طيب. يسوي من أين لك هذا؟
قبل لا يستلم المنصب ايش كان يملك، وبعد ما استلم المنصب ايش يملك. توجد مع مع لجان نزاهة مع احسب رواتبه، طيب مخصصاته افاداته، وطيها ما مش ربح منا ما يخالف، طيب انطي اشوف هل الاموال اللي عنده هي فعلا مصدرها من هذا الراتب وهاي المخصصات وهذا. اذا كانت موازيه فالمساله طبيعيه يا الله لك، طيب لكن اذا راسا اصبح كانما يشتغل بالتجاره من 100 عام، اذا من اين له؟ اذا مستغل الوظيفه او سارق او يعني حصل على اموال بطرق غير شرعيه. طيب شيخ، في ظل الحديث عن هذا الجانب، كبار المسؤولين من الفاسدين ربما البعض منهم لم نسمع أي جانب لمقاضاة كبار المسؤولين الفاسدين. كل الجوانب اللي تتعلق ملفات الفساد تشمل مدير عام فما دون اليوم، يعني سبب مقاضاة أو محاكمة أو محاسبة كبار الفاسدين اللي هربوا أموال العراق إلى خارج البلد. يا يعني هذا السؤال أصلا طارح نفسه ومجاب عليه من أكثر من جهة ومن لا حساب على سياسي في هذا الوقت أبدا. الكل متورطين بسبب الحصانة الدبلوماسية، الكل متورطين والكل يغطي على الآخر. طيب الكل الكل متورطين والكل يغطي على الآخر، طيب بقدر أو بآخر، هسه ما أقول كل 100% بس بقدر أو بآخر السياسيين متورطين. أعطيك مثال، نعم الكل لديهم أحزاب، عندك شك بهذا؟ واضح. روح على أي حزب عنده لجنة اقتصادية حاسبة أغلب بأي بأي تجربة من دول العالم كله. نعم. أنا ما أعرف إيش قد السنة أصبحت 166 دولة أو أكثر ربما بالأمم المتحدة، ما أعرف يعني حقيقة ما عندي الرقم، يعني أكو وايد دول تستحدث وتصير دول. نعم. إذا لقيت دولة واحدة بالعالم بالوزارات مالتها أكو مكتب اقتصادي للحزب، أنا أقول قبول لأن هاي تجربة سابقة. طيب الوحيد بالعراق استحدثوا هاي الطريقة العجيبة غريبة، أنا حزب سياسي شنو أروح للوزارة اللي وزيري من عندها من عندي وزيرها، نعم. إنه أخلي مكتب اقتصادي هو يحدد المناقصات وما و و و و والأرباح والكمش على أساس؟ هل هذا يعني صحيح وبأي شرعية وبأي قانون؟ ارجع لهم شوف شوف إيش قد هاي المكاتب حصلت على أموال ومن أين أتت الأموال؟ موضوع محسوم يعني ما يحتاج للنقاش. طيب إذا اليوم يعني نفذ السيد مصطفى الكاظمي مشروع ميناء الفاو الكبير، تكون هناك إيرادات تضاف للحكومة العراقية أو الموازنة العراقية مستقبلا؟ حسب ما يقول الاقتصاديين، أنا لست اقتصادي. نعم. أنا متابع للشأن الاقتصادي، أسمع كل الاقتصاديين اللي يتكلمون عن هذا الموضوع يقولون انه يرفد الخزينة العراقية بما لا يقل عن 35% من موازنة الدولة في كل عام اذا ما نفذ، هكذا يقولون. طيب اليوم من هي الجهات اللي تقف يعني وراء هذا المشروع، ايقاف هذا المشروع؟ اولا تقف وراء دول اقليمية، دول حتى مو اقليمية، نعم دول كبرى تقف وراء، لانه مثلا امريكا إذا هذا الصين والهند مثلا على سبيل المثال والصين تحديدا، طيب يصبح بضاعتها توصل لأوروبا بهالبساطة هاي ينتعش اقتصادها أكيد، يعني شلون أمريكا تقبل مثلا؟ هاي مثال بسيط. طيب بس احنا نروح على أمريكا ما نروح على غير الدائر ما داير، هاي أكيد هي المحور الأساسي زين. دول الخليج شلون؟ مصر شلون؟ إيران شلون؟ كل واحدة لها قصة. ربما ينفع إيران؟ لا لا ينفع، ينفع فقط العراق حتى من خلال الربط السككي؟ أخي نحصل على 3 امتيازات بهذا المشروع. طيب امتياز سياسي وامتياز جغرافي واقتصادي واقتصادي، كيف نصبح دولة لها باء؟ هي دولة عظيمة. نعم. يعني لو استخدمت لكن تصبح شيء كبير بالمنطقة.
طيب السيد مصطفى الكاظمي حدد موعد لإجراء الانتخابات على الرغم من وجود بعض المعوقات بالجانب المالي توفير السيولة النقدية للمفوضية العليا، اليوم كيف ترى هذا الموعد؟ هل من صلاحيات السيد رئيس الوزراء أم هناك لجان رتبت هذه المسألة من أجل وصول العراق إلى مسألة الانتخابات وحل البرلمان؟ السيد الكاظمي في تقديري أحرج السياسيين في هذا القرار؟ طيب أوضحهم تحت الحرج، بمعنى هو حدد موعد الانتخابات، طبعا لا أحد يقبل أن يترك ولا أحد يقبل أن يحل البرلمان. نعم، لأن من يضمن أنه سيعود؟ لا أحد، تتغير المواقف. لا أحد. طيب برلمان هاي الامتيازات والدنيا شلون الحكومة وأحزابنا العتيدة؟ نعم، أيضا ما تضمن هي راح تجيب نفس الأرقام، وما تعرف المعادلة وين ماشية. حتى الأحزاب اللي عندها قاعدة جماهيرية، حتى لا، وإذا هي صارت مناطقية تعرف. نعم، مجتمعنا عشائري أكثر مما هو أي شيء آخر، يصبح ابن العشيرة هو المعول عليه. هسه قد يكون حزب يتفق ويا ابن العشيرة، بس بالنتيجة هذا ابن عشيرة قد يكون هناك وقلب، ما يستمر ويا هذا الاتجاه اللي يردوه هم من عنده. شلون؟ طيب فما يعني العملية مو سهلة، أبدا مو سهلة، يحاولون يأخروها قد ما يقدرون. أما علي يعني فأعتقد تؤخر للعاشر أو للدعش من العام المقبل، هيجي تخميني. طيب ما تعرف، البعض يحلل مسألة الانتخابات بسبب عدم وجود السيولة النقدية بأن السيد الكاظمي سيستمر في هذه الحكومة حتى يحقق نظام القائد الأوحد كما كان في السابق العراق. لا أوحد بعد الآن، في ظل هذه الأوضاع لا أوحد بعد الآن. طيب لأسباب عديدة، أولا العراق ليس مكتمل السيادة، أو بالأحرى هو كل العالم ما أصبح عنده سيادة بظل هذا الوضع اللي احنا نعيشه ونشوفه. هاي السيادة كلمة فضفاضة وغير دقيقة يعني. طيب لأنه شنو دولة لا تملك سلاح، لا تصنع سلاح، لا عندها اقتصاد قوي، لا قادرة تحمي حدودها، يسموها عندها سيادة؟ شلون الدول حتما تتدخل بها؟ مسألة طبيعية يعني. ولكن على ضوء النظام البرلماني الموجود حاليا وعلى ضوء الوضع هذا بالعراق، لا توجد سلطة واحدة، خلينا نفهم يعني، خلينا نفهم المشاهد. نعم، بالعراق اكو سلطة الدولة، هاي معروفة، حكومة وبرلمان وعلم وما اعرف ايش، وكو سلطة الدين، رجال الدين ايضا لهم سلطة عظيمة بالعراق ولهم احترام بالعراق ولهم تأثير بالعراق. نعم، ولهم كلمة فصل في العراق، وهنالك رجال عشائر وشيوخ ايضا لديهم الحل والعقد في كثير من الامور الاكبر. فاحنا عندنا سلطات متعددة، سلطة اجتماعية، سلطة دينية، سلطة سياسية. طيب ليس هنالك سلطة واحدة في الوقت الحاضر؟ هذا جانب. الى جانب انه النظام البرلماني بالعراق لا يسمح بوجود اوحد، هاي انتهت خلاص. طيب في ظل الحديث عن السيادة، اليوم هناك اتفاق ما بين العراق وتركيا لملاحقة بعض العناصر من قوات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كيف ترى هذا الموقف من جانب السيادة؟ لا لا لا، هذا قانون، هذا قرار قديم من ايام حكم البعث، كان ملاحقة من ايام حكم البعث. نعم، اكو اتفاقية بين بغداد وبين أنقرة على الدخول، ما أتذكر 20 كيلو 20 أو أكثر، ما أتذكر. نعم، 20 كيلو ملاحقة حزب العمال الكردستاني. نعم، ليس جديد، لكن حاليا الاتفاق انهاء وجود. لا لا، منها وجود حاليا، كون العراق ضعف فالأتراك أخذوا راحتهم، قام يمتدون 70 كيلو 60 كيلو 50 كيلو يقصون بدوك، لأن ماكو حد يقدر يردهم أو يتكلم معاهم أو يشوفهم العين الحمراء. طيب فلذلك تشوف إحنا الآن على الصعيد العسكري أم الجانب السياسي؟ لا العسكري. طيب وين عندنا قدرة؟ العراق خاض حرب مع داعش، داعش يمثل أيضا يعني اليوم دول متعددة. العراق الوحدة خاض الحرب يعني؟ أكيد بدعم، عندنا طائرات كانت له الأمريكان، دعم للتحالف الدولي وكذلك بعض زين الدول المجاورة، والاستخبارات إحنا لو كان علينا شلون ندبرها يعني؟ منين يعني طيراننا مثلا؟ ما نقدر. الآن العراق ما يخالف صحيح علم ودستور وقانون، الإرادة ضعيفة؟ طبعا طبعا طبعا. طيب احترين تشذب؟ لا ما تشذب، لكن اليوم المواقف السياسية ما سمعنا أي تصريح لنائب البرلمان على شنو؟ يعني يجب أو يستنكر أو موقف حاسم لإنهاء التواجد التركي في شمال العراق. سألهم ليش ما تجاوبها؟ هل لأن ما تعرفون أم لأن ملتهين بأموركم الخاصة؟ لو موجهين أن لا تحجون خلنا نفتي.
طيب أكيد راح تواصل وياك شيخنا لكن بعد هذا الفاصل. أحبت مشاهدين الفاصل ومن ثم أن نعود. قضية المعتقلين والمغيبين في سجون الحكومة واستمرار الأساليب التي توصف بالوحشية في تعذيبهم ما زالت قضية حية تحتاج الحل. الحقيقة هناك تحرك من نسبة لمنظمات حقوق الإنسان في أوروبا وفي العالم أنه نحن الآن في صدد توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية. هو معروف والمعلوم للجميع أن الأسد كان وما زال يستمر في هذه الجرائم تجاه شعبه من أجل تكميم الأفواه ومن أجل منع الناس من إظهار الحقيقة. رجعنا لكم أحبة المشاهدين أكيد بعد هذا الفاصل، أرحب بجنابك الكريم. يا مرحبا شيخ عدنان. يا مرحبا. نتحدث عن أزمة الانتخابات. البعض يرى أن الانتخابات لم تجري في الموعد المحدد بسبب اليوم السيولة المالية لعدم توفيرها للمفوضية العليا للانتخابات. لا، هي مو مشكلة السيولة، هي مو قضية السيولة، السيولة بسيطة. طيب، لكن المشكلة الإرادة السياسية، والمشكلة أن الأحزاب المتحكمة، والمشكلة أن البرلمان لازم يحل نفسه قبل شهرين من إجراء الانتخابات. طيب، فمن يضمن أن البرلمان يحل نفسه أولاً، ومن يضمن أنه الشهر السادس فعلاً راح تجد الانتخابات؟ هذا موضوع حقيقة فيه كلام، وأعتقد تتأخر عن تقديري، ربما تأخر 4 أو 5 أشهر يعني. وبعدين زامنا وهسه نزلوا قانون مع المجالس المحافظات أيضاً، فما أعرف يزامنوا يا نفس الانتخابات مع المجالس أكيد منفصل، ما أعرف يعني، حسب يجوز اثنين مسوى أو يزامنوا أو يقطعون شيء لا أعلم، ولكن هي هاي الحقيقة اللي أنا ما أعرف يعني. بس الحقيقة اللي أنا مرتكز عليها داخلي أنه لا انتخابات بالشهر السادس. طيب، تأخر. بالفعل هناك أزمة اقتصادية اليوم جعلت العراق يلجأ إلى مسألة الاقتراض. الأزمة الاقتصادية حقيقية، الخزينة مفلسة حقيقية. طيب، الاقتراض هو حل داخلي لأنه ليس هنالك أي يعني بدائل. بدائل شنو عندك بدائل؟ يعني تفعيل الجانب الزراعي والصناعي والمنافذ الحدودية. أنت الآن في أزمة سريعة، هي يحتاج وقت، يحتاج دراسات، تخطيط، على البعيد المدى ممكن، بس في الوقت الحاضر غير ممكن. طيب، اليوم المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات في الموعد المحدد؟ كيف ترى البيئة اليوم المناسبة لإجراء انتخابات؟ المفوضية فنيا جاهزة. طيب، حتى فيما يتعلق بالنظام البيومتري؟ كل شيء جاهز، ومو صعب هذا، وليس صعب، حتى لو ما يجيبون شركة بسهولة، لكن القضية مو هنا، أهم شيء الإرادة السياسية، هاي أهم نقطة. طيب، نعم. الإجراء هذه الانتخابات البعض يراها لا تختلف عن سابقتها، لكن اليوم بعض الشخصيات السياسية تطالب بإشراف أممي لإجراء الانتخابات، الغرض من هذا الإجراء؟ تخوف. أولاً المال السياسي موجود، السلاح المنفلت موجود. نعم. وقدام عينك الاغتيالات على قدم وساق، والترهيب على قدم وساق، فبالتأكيد ما راح تضمن انتخابات نزيهة في ظل هكذا أوضاع. راح تبقى الدولة ضعيفة؟ طبعا. السبب؟ السبب لأنه الدولة العميقة أقوى من الدولة الحقيقية. طيب، هي اللي تفرض نظام المحاصصة على الأحزاب السياسية في داخل البرلمان؟ طبعا. متى ينتهي هذا النظام؟ ما ينتهي، مهاي اتفاقات كتل بالتليفونات أو بالاتصال المباشر. طيب، ريد فلان ريد فلان ريد ما فلان، مدير عام مثلا يعني يردون مدير عام يقول لك رشح لي 4، بس لي قدام خابري قال له اختار رقم 2، يدزون 4، بس هو اساسا راح ياخذ رقم 2 لان الحزب يريد رقم 2 ما يريد رقم 3 ولا 1. طيب شيخ، كانت هناك رادة ضعيفة لانتخابات عام 2018، لكن بالتالي اليوم الرادة اصبحت حقيقية ما بعد مظاهرات تشرين. لا انتخابات في عام 2018 كان تزوير، نسبة ضعيفة جدا، كان تزوير وعدم ذهاب للانتخابات، هاي كذب. طيب، اليوم كيف ترى مقبولية الشارع العراقي لمسألة الانتخابات اختلف. والتغيير طبعا الآن نضج المجتمع العراقي إلى حد كبير،
وبدأ يدرك خطورة ما هو فيه، وأيضا هنالك وعي لدى كثير من الناس بأنهم سيذهبون إلى تغيير الأوضاع، لأن بقاء الأوضاع على هذا المستوى هو ليس في صالح العراق ولا العراقيين. نعم. البعض يرى أن مظاهرات تشرين وصلت إلى شمال العراق حتى في محافظة سليمانية اليوم. الإمام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر ضرب العراقيين والعراقيين ثاروا من سبب الفقر. طيب لكن واردات الإقليم توصل من قبل الحكومة الاتحادية بحسب تصريح السيد الكاظم. الفساد عندهم نفس العدنة، نفس العملية، ماكو فرق. هم العوائل والثراء والما أدري إيش هذا موجود، فلذلك ماكو تغيير بالأوضاع، نفس الشيء. طيب اليوم أنت كيف ترى العنف اللي يعني يستخدم النظام في إقليم كردستان تجاه المتظاهرين بسبب المطالبة برواتبهم أو حقوقهم واستحقاقاتهم خلال هذه السنة؟ هذا السؤال حقيقة هو معلوم ومعروف في كردستان، يعني يختلف النظام جذريا عما في بغداد. حتى في بغداد كان أكو عنف، ما مختلفين بهذا الكلام. طيب بس هناك تختلف القضية، فلذلك هناك من يخرج على الأسر الحاكمة مشكلة، يعني يواجه مشكلة كبيرة. طيب اليوم ترى هناك يعني قرار سياسي ربما يخدم الشارع العراقي من خلال الاجتماعات اللي جاي تحصل حاليا في بغداد، سواء كان من الوفد الكردي في داخل بغداد أو من بعض الزعامات العراقية واستعدادها للانتخابات؟ ثلاث أشياء تربط العراق، يعني توضح العلاقة بين المركز والإقليم. أولاً بقاء الأكراد مع المركز على مضض وليس برغبة منهم. طيب. بسبب ظروف إقليمية ودولية، ولا هم يرغبون بتحقيق الدولة الكردية صراحة يعني. نقطة ثانية، ليس هنالك ثقة بين المركز والإقليم. نقطة ثالثة، ليس هنالك من يضمن أي اتفاق ما بين المركز والإقليم. فبالتالي دائما العلاقة هش، حتى على الصعيد الاقتصادي اليوم تصدير واردات النفط منافذ على كل الأصعدة علاقة. طيب. هش اليوم خطوات السيد الكاظمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية، تحديد موعد الانتخابات، البعض يراها محاولة لإرضاء الشارع العراقي وليس محاولة جادة يعني تحقيق انتعاش اقتصادي من هذا الجانب، أو إرضاء الشارع العراقي من ناحية يعني إسكات المتظاهرين. لا، سيد كاظمي عنده رغبة، هم ما عنده رغبة صراحة، يعني عنده رغبة أن يسوي شيء، ولكن الكاظمي غير مسنود لا بكتلة سياسية. طيب. ولا بنواب، فبالتالي ظهره ما محمي، فأي قرارات يتخذها ما تتفق ويا مصالح الأحزاب لن تمر. من الممكن أن نشوف السيد الكاظمي على زعامة أحد الكتل السياسية أو الأحزاب؟ ربما، كما حصل مع السيد العباد. ربما، لماذا لا؟ لكن ما يحق للسيد الكاظم الآن ترشيح للانتخابات؟ وهذا اتفاق وليس لا دستوريا صحيح ولا قانونيا صحيح. طيب. وإنما اتفاق قد يكون وقد لا يكون. في ظل الحديث عن ملف الانتخابات، هناك نقص في أعضاء المحكمة الاتحادية، واليوم المصادقة على يعني نتائج الانتخابات تتم عن طريق المحكمة الاتحادية. اليوم هذا المشهد الصعب حتى الآن يكرر بعدة سنوات، وبالتالي اليوم إجراء الانتخابات لا تتم حتى اكتمال الأعضاء في داخل المحكمة الاتحادية. الأمريكان أخطأوا خطأ جسيم في موضوع تطبيق بعض تجاربهم الإدارية في العراق، ومن ضمنها المحكمة الاتحادية. طيب شنو الخطأ اللي وقعوا به؟ هم عندهم القاضي مدى الحياة. أنا كلمة مدى الحياة هاي قضية مو صحيحة. طيب. لماذا؟ يعني مثلا الآن قاضي يصير عمره 90 سنة، زين هذا 90 سنة شلون يقدر يركز؟ شلون يقدر يقضي بين الناس؟ فارق العمر أكيد، الأمراض شلون؟ زين صار بزهايمر شلون؟ ماكو أي نص قانوني يقول أكو عمر محدد لقاضي المحكمة الاتحادية. طيب. مدى الحياة زين، ماتوا بال يعني معمرين وماتوا الآن بالمحكمة، يعني أعضاء ماتوا. طيب زين، والخلافات عاصفة بمجلس النواب على من سيكون ومن لا يكون، وبقانونها أيضا أكو مشكلة.
وقانون المحكمة الاتحادية هو مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى لا سلطان عليه، يعني لا تتدخل المؤسسة التشريعية به ولا تتدخل المؤسسة التنفيذية به. فحقيقة هو فد يعني فد قضية أكبر من حجمنا. من الممكن يكون تغيير لنظام سانت ليغو المعدل بإجراء الانتخابات؟ اي اعتقد هو تغير. ليش ما تغير؟ طيب يعني اكو ارادة اليوم حقيقية لاتخاذ القرار؟ لا والله تحت ضغط المتظاهرين، شنو ارادة حقيقية؟ هذا صار تحت ضغط المتظاهرين. من الافضل اليوم للشارع العراقي، الدوائر المتعددة ام الدائرة الواحدة في الانتخابات؟ شوف لو تسألني اني، اكو فرق بين ما يشاع نعم ويقال وما بين التجربة. لو تسألني اني اقول الدائرة الواحدة احسن. لماذا؟ لأن تستطيع أن تحصل على نواب بمستوى المسؤولية. من صارت دوائر محددة راح تصير قضايا عشائرية ومناطقية وراح يجوك يعني ربما نواب ليسوا بمستوى المسؤولية صراحة. طيب ترى هناك إقبال على الانتخابات في المرحلة القادمة؟ أعتقد كذلك. نعم. طيب اليوم النظام البيومتري ربما يضمن سلامة الانتخابات من التزوير، لكن حتى الآن الإجراءات بسيطة ويعني لم يكن هناك تحديث بشكل عام لبعض المواطنين في بعض المناطق. اللي يريد يزور هاي ما تصعب عليه، حتى في ظل النظام البيومتري. في أي نظام ما تصعب عليهم، هاي مو صعبة ترتب. طيب لكن الإشراف الأممي ايش يقدر يسوي الأممي يعني؟ وقبل كان ليش ما كان مشرف بديش الفترة مصادق على قرارات؟ أقول لك 20% راحوا. أنت مو إعلامي؟ نعم 19 حتى مو 20. أنت مو سياسي؟ أكيد. زين بالقانون الدولي إذا أقل من 40% تعتمد الانتخابات له يجب أن تلغى. تلغى؟ تلغى. طيب إحنا 19% وملغت، فأي أمم تحكي عنها أنت؟ ماكو أمم. طيب اليوم الإجراءات الحكومية في زيارات السيد الكاظم إلى تركيا وإلى واشنطن وإلى مصر والأردن، اليوم تراها لمصلحة الجانب العراقي أم هناك تبعات أخرى لمصلحة شخصية؟ أي زيارة لأي دولة هي لازم بها مصلحة للبلد، يعني أولا تحسين علاقات، تذليل عقبات، حلول مشاكل. طيب تقارب وجهات النظر هاي مطلوبة، بالعكس هذا في شيء زين. أنتم داعمين للسيد الكاظمي؟ إحنا داعمين للعراق. طيب اليوم السيد الكاظم يمثل الحكومة العراقية؟ إيه ندعم أي شيء يدعم العراق. طيب الخطوات اليوم التي تتخذ في البرلمان العراقي تراها يعني ملائمة للواقع السياسي بما يتعلق بمسألة الانتخابات ومسألة مجلس النواب استضافة بعض الوزراء في داخل البرلمان العراقي؟ مشكلتنا مجلس النواب يعني تدري مع احترامي هم كلهم إخواني وزملائي وما أبدأ أطعن بأحد، ولكن أقول أن كثير من القرارات تدخل بها المصالح الشخصية أكثر من المصالح الوطنية. والمتضرر اليوم المواطن طبعا، والدليل هذا مثلا قانون المعادلة الشهادات، هذا تدمير العملية العلمية بالعراق يعني. بالتأكيد. أكيد شيخ احنا شاكرين تواجدك معنا ضيف كريم على برنامج من العراق. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. نكون قد وفقنا يعني. موفق إن شاء الله. الله يخليك. الله يبارك. شكرا. نعم حبة المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج من العراق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.